بتمنى بس رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. من 50 سنة كتب التاريخ قصة على أرضنا، أول سطورها إن ولادك يا مصر صنعوا الملحمة. قصة البطولة فيها إرادة شعب وعزيمة من قلبنا. من 50 سنة عبرنا فوق كل المحال ومسكنا بإيدينا حلمنا. نصر أكتوبر قصة سطورها بتحكي قوة وحقيقة عزمنا. محمد ومينا رفعوا العلم على أرض سينا، وبدمهم رجع حقنا. وإحنا على أبواب الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحية لأبطالنا وأرواح شهدائنا، وإزاي نستلهم روح أكتوبر وتكون دايماً بلدنا في قلوبنا بعيون أكتوبر. تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلاً بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. اعتقد ان الانتصارات ما يتحددش ليها يوم واحد عشان نحتفل بيها، ولكن الانتصار لابد الاحتفال بيه كل يوم وكل لحظه بنتذكر فيها انتصاراتنا. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال في حديث شريف انها في رباط الى يوم الدين. ازاي يتحقق ده في حرب اكتوبر؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حرب أكتوبر بينت المعدن والجوهر للمصري: إيمان، إرادة، عزيمة، وإنه عمره ما ينكسر. في حرب أكتوبر شفنا الروح المصرية، صدروا إليها أنه مستحيل أنك تعدي خط بارليف، عديناه. صدروا إليها روح الإحباط، لا ما كسرتناش. صدروا إليها روح الاكتئاب، ما حصلش. شفنا يعني إيه مصر بجد، شفنا فعلا المسلم والمسيحي ظهرهم في ظهر بعض، بيحموا بعض ويضحي الواحد فيهم علشان أخوه، لأن هما الاتنين مصريين. أنا ماليش دعوة بدينك، دينك على راسي من فوق، لكن إحنا مصريين. روح أكتوبر بجد لابد كل عام نتكلم عنها ونحكي قصتها عشان نربي ولادنا عليها. بس كنت أقول لحضرتك تطلع أجيال فاهمة. طبعًا، لأنها روح عجيبة، روح جميلة. أثناءها سبحان الله الكل في انسجام، الكل في مودة. لما الأقسام كلها ما تسجلش محضر شرطة يتعمل، الروح العظيمة دي. والروح دي بتقول لنا دلوقتي مهما أخذت الحروب أشكال مختلفة، ومهما تلونت الحروب كالحرباء، ومهما طورت من أساليبها، سيظل المصري مصري، محب البلد، ومش هينكسر ولا يعرف في تاريخه المستحيل. أصل بلدي مصر، خلينا نجيبها من الأول. اتفضل. مصر هي مصر. أنا بقول نقطة مهمة جدا، هو إحنا ليه لما أي حد يطلع يقول بلدي ويثني على بلده ويمدح بلده نقول ده راجل وطني؟ إنما المصري لما يطلع يقول بلدي وبحب بلدي ويثني على بلده ويمدح بلده نقول بيطبل. ليه؟ اشمعنى؟ لا والله انا بحبها وهاظل بحبها وبحب التراب اللي بمشي عليه لانها بلدي، وديني علمني كده، ديني علمني احب بلدي، وخاصه ان بلدي اسمها مصر. مصر يا استاذه لمياء، مصر ذكرها الله في القران الكريم اكثر من 30 مره، اما تصريحا وإما تلميحا. تصريحا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال الذي اشتراه من مصر، وقال تعالى أليس لي ملك مصر. ده تصريحا. طب تلميحا: والتين والزيتون وإيه وطور سينين، قال اجعلني على خزائن الأرض، الأرض مصر، وقال نسوة في المدينة، المدينة مصر. فذكرها الله في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة،
تصريحا وتلميحا ذكرها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأوصى بأهلها خيرا وقال: إذا دخلتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. جند المصري خير أجناد الأرض، وهم في رباط إلى يوم القيامة. في رباط في حرب ماشي، في رباط مرابطين على الحدود يحمون حدودها ويحمون الأرض والعرض ماشي، في رباط هنفضل متماسكين ونفضل متآلفين ونفضل مع بعض رجل واحد ضد أي عدو يتربص بنا الدوائر برضو ماشي، رغم أنف الحاقدين وأنف الحاسدين وأنف المتآمرين. مصر دخلها من الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا عيسى. دخلها من صحابة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وغيرهم. مصر فيها من العلماء والأولياء، فيها السيدة زينب ستنا السيدة نفيسة، فيها الإمام الشافعي، فيها الليث بن سعد، فيها ابن حجر العسقلاني وغيرهم. مصر فيها منها ومنها وفيها أكبر الشعراء، فيها منها أمير الشعراء، بلدنا جميلة، وأكبر البلغاء وشيوخ الفصحاء وأكبر الأطباء. مصر كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. مصر يا أرض الكنانة وناصرة الديانة وحاملة عهد التاريخ بأمانة، وجد الإسلام فيكم يا أهل مصر أعياده، وكنتم يوم الفتوح أجناده، وكنتم مدده عام الرمادة، وحطمتم خط برليف وعتادة، وحطمتم خط برليف وعتادة، فخذوا من قلبي حبه ووداده. سلام على مصر في الأولين، لأنها كانت خزانة المسلمين، وسلة الخبز للجائعين، ومقبرة المعتدين. نعم، ومقبرة المعتدين. أهلك الله أعداءها ثم قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لازم أعمل كده، ما ينفعش. أيوة والله، مصر وستظل رغم اللي يعملوه، تتلون الحروب، تروح الحروب، مصر هتفضل مصر. وروح اكتوبر 73 هي فقط عبارة عن مشهد وريناكم احنا مين. الله، والله الله، هي بس. واللي عمل كده في 73 يعمل كده في 23، فالزم غرزك واعرف ان البلد دي والله ما هتنكسر، اصل معاها ربنا. صحيح والله، صحيح. اطيب ناس فيها. الشعب المصري ده شعب عجيب، شعب حلو حلاوة، شعب مضياف، شعب طيب، شعب ودود، شعب حمول وقت المواقف. رجالة، مفيش أرجل رجالة ولا أجدع من كده. هو ده، لأنه كمان شعب متدين بطبعه، مسلم ولا غير مسلم متدين بطبعه. ووقت الشدة الجوهر بيبان. ما هي الشدة بتعمل إيه؟ بتبين الذهب. صحيح، المعدن، بتبين المعدن. الله ينور عليك. طب أنا بحب بلدي. لا لا لا، اوعى تفتكر انه زي ما بيقول لك كده مفيش حاجه اسمها وطن وجماعه بلا وطن. ده سخافه. يعني ايه مفيش حاجه اسمها؟ ايوه والله، في ناس كده. مفيش حاجه اسمها حدود ولا في حاجه، لا، فيه وطن ودين يعلمني حب الوطن. والقران اتكلم عن الاوطان، قال الله عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. طب ما هو الآباء والأجداد والأبناء مين؟ الوطن. طب ما هو مساكن ترضونها؟ الوطن. طب ولذلك في القرآن يقول إيه؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طب ما هي الديار والأبناء هي الوطن. حب الوطن هو غريزة ولا تربية؟ الاثنين.
فطرة وغريزة. أنا مولود، شوفي حضرتك الإسلام دين عجيب قوي وحلو حلاوة. أنا لما اتولدت فين؟ في بيت وأسرة. أول عينيا ما بتشوف مين؟ أمي وأبويا، الأسرة اللي أنا عايش فيها بحبها قوي. وبعدين أكبر شوية أعرف إن الأسرة دي جزء من عيلة، قبيلة، بحب العيلة وانتمي إليها، أحب ابن عمي وابن عمتي وابن خالي وابن خالتي. طب أكتشف إن العيلة دي من قرية، بحب القرية. أكتشف إن القرية دي تبع المركز من المراكز، أحب مركزي. طب وبعدين اللي بنسميه البندر يعني، والمركز والقسم. وبعدين أكبر شوية أعرف المحافظة فأحب محافظتي، أنا من محافظة كذا. طب أكبر شوية أحب بلدي ودولتي، صح. أكبر شوية بحب أمتي. طب الدوائر دي اسمها دوائر إيه؟ تكاملية ولا تصادمية؟ ده تكاملية، ما أنا بحب أسرتي ومن حب الأسرة كلها مرتبطة ببعضها سلسلة. الله ينور عليكي. يبقى أنا من الدين بيقول لي حب بلدك، الدين بيقول لي حب وطنك. شوفي حضرتك، إننا ننتمي إلى أوطاننا كما ننتمي إلى أمهاتنا. يعني أنا بحب وطني كما أحب أمي. هل أنا أحب أمي لأن هي أجمل نساء الكون في عيني، أجمل الدنيا كلها، التراب اللي قاعد عليه أجمل حاجة في الكون، لكن هل أنا بحبها لمواصفات معينة إذا فقدتها مش هحبها، ولا بحبها لأنها أمي؟ فاهم حضرتك السؤال؟ فإحنا بنحب بلدنا لأنها هو دي بلدنا، لأنه أنا ديني علمني الوفاء. هاتيلي يا فندم آية، حديث، موقف من نبي، من صحابي بيقول ما تحبش وطنك. مفيش. يلا نعكس الكلام، نعكس السؤال. احنا دايما نقول ايه؟ حب الوطن من الايمان وكذا وكذا. طب هات لي آية ولا حديث بيقول لك انه مفيش حاجة اسمها حب الوطن. مستحيل طبعا. الله يبارك في عمرك. هات لي آية ولا حديث بتقول اغدر بوطنك. هات لي آية ولا حديث بتقول لك ما تدافعش عن وطنك. اقول لك سؤال ممكن يكون بعض الشباب بيقولوه. يا عم هي ادتنا ايه واحنا خدنا منها ايه؟ شوف يا حضرتك، رقم واحد خدنا كل حاجة. أنا عايزة بقى حضرتك تقول. أيوة طبعا. أنا أخدت من وطني الأب والأم والأسرة والتعليم والبلد والأمن والأمان. بالظبط. والاستقرار. والله العظيم. يعني بصوا على كتير من البلاد اللي حوالينا، أسأل الله أن يفرج كربها. أمين يا رب. وأن يلطف بأهلها. أمين يا رب. وأن يداوي جرحاهم. أمين. وأن يشفي مرضاهم. وأن يؤلف بين قلوبهم. لكن احنا بلد بتنام وانت مرتاح، بتغمض عينك وانت مطمن، مفيش حاجة اسمها ما خدتش منها. لا انت مش شايف خالص. اصل الناس يا فندم نوعين. الناس نوعين، نوع نحلة ونوع ذبابة. يعني ايه بقى؟ اقول لسعادتك، ده علم نفس. شوفي حضرتك، تخيل النحلة وهي طايرة بين الحدائق وبين الزهور. النحلة بتروح فين؟ على الورود، صح؟ وتقف على الوردة الحلوة قوي، تمتص رحيقها، ما تضرش الوردة ولا تكسر غصنا، طيبة، لا تقع إلا طيب، ولا تأخذ إلا طيب، ولا تخرج إلا طيب. تخرج لي عسل. فهي مش شايفة إلا الإيه؟ الحلو. الله ينور عليك. وفي نوع زي الذبابة. الذبابة دي هتروح تقف على الوردة؟ لا، ده بتلاقيها فين؟ والعياذ بالله، على القمامة والجيف. فهي خبيثة، ولا تقع إلا على خبيث، ولا تنقل ولا تخرج إلا الخبيث، تنقل أمراض. فمن أي أنواع الناس أنت؟ تقصد أنه في نوع بيبقى شايف الحلو والحاجة الكويسة ودايما إيجابي. أيوة. وفي نوع تاني ما بيشوفش غير الوحش ومش قادر يشوف الحلو ودايما سالم. ربنا فاتح عليك النهاردة. الله ينور عليك، صح؟ فانت مين؟ دي حقيقة، ده تفسير حلو قوي على فكرة. ده علم نفس، ربنا يكبر خاطر. في ناس كده، انت نحلة ولا ذبابة؟ اختر انت وحدد وشوف انت مين فيهم بقى. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي. بنحبها؟ أكيد كلنا بنحبها. تعالوا نقول كلنا من قلبنا بنحب مصر كلنا. معنا النهاردة فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، رسول عليه أفضل الصلاة والسلام
أمرنا بحب الوطن. الله مظبوط. والله بنحبك يا مصر وربنا يديمها نعمة. كلنا بنحبها يا رب. يديمها نعمة يا رب. أمين. يديمها نعمة يا رب. أمين يا رب. يا رب يبارك فيها وفي أهلها وفي ترابها وفي جيشها وفي شرطتها وفي أزهرها وفي كنيستها وفي محاكمها. يا رب يبارك في مؤسساتها كلها. أمين. اللهم يا رب. أمين. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الوطنية، علمنا حب الوطن، علمنا حب تراب الوطن. إزاي؟ سيدنا النبي من أول لحظة، أول دقيقة صار فيها نبياً علم أنه يخرج من وطنه. لما جه من غار حراء بيقول للسيدة خديجة زمليني، فالسيدة خديجة قالت له ولما يا محمد؟ فقال لها حصل كذا كذا كذا. فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وراحت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وقالت له يا عماه اسمع من ابن أخيك. فسمع من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فورقة بن نوفل قال له أنت نبي هذه الأمة وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين. الجملة اللي جاية بقى مهمة جدا، قال له ليتني كنت فيها جزعا، يعني يا ريتني أكون وقتها شاب قوي أنصرك عندما يخرجك قومك. فسيدنا النبي قال له أو مخرجيهم؟ يعني سيدنا النبي علم من أول لحظة أنه هيخرج من مكة وأنه يحصل هجرة. فسيدنا النبي زعل، زعل على وطنه وبلده. أو مخرجيهم؟ ما هو الخروج من الوطن ده عقوبة رهيبة جدا. صحيح. ولذلك قوم لوط يقولوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم. الله. ليه؟ لأن هم عارفين أنه إخراج الإنسان وإبعاده من وطنه عقوبة قوية جدا، عقاب كبير جدا. الله يبارك في عمرك، ده عقاب. عند في ناس بتقول لك ما نقدرش يوم واحد نعيش بره، يعني لو حد بيفكر أنه يسافر بره مصر يقول لك ما أقدرش أعيش بعيد عنها. طبعا طبعا خالص. والناس اللي غصب عنها بتعيش بره قد إيه الألم اللي هم بيبقوا الله فيه وحنينهم للوطن عامل إزاي. قالوا يبقى تحن الكرام إلى أوطانها حنين الطيور إلى أوكارها. الله. تحن الكرام مش اللئام، الكرام يعني اللي عارفين قيمتها. الله ينور. إنما اللئيم لا فارق معاه وطن ولا فارق معاه دين. تحن الكرام لأوطانها حنين الطيور إلى أوكارها. الإمام القزويني قال لولا نزوع النفس إلى مسقط الرأس ودائرة الميلاد لم ينزل إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد. يعني عارف حضرتك، شوفي إنسان وصل بقى وزير بقى رئيس وزراء أكبر المناصب وسافر أفخم البلاد وأفخم الأماكن ويظل بيت العيلة اللي تربى فيه وتولد فيه له رائحته وحنينه، حنين الذكريات. يا سلام كده وهو قاعد فارش حصيرة كده على الأرض بجوار أمه وتناوله رغيف العيش الساخن الجميل وبتعمل له كوباية شاي. ما هو ده؟ القعدة دي عنده أفخم وأفضل من أحسن فندق في الكون كله. صحيح. ليه؟ الراحة والطمأنينة. أيوة. والسكينة. أيوة. شوف الانتماء يا فندم. طبعا هو ده، هو ده بيعلمنا ازاي يبقى عندي انتماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لعلمه ان الكرام يحبون الانتماء للوطن، ربنا جعل النفي من الاوطان عقوبه الهيه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الارض هنا الوطن. صحيح. الأرض الوطن. وسيدنا النبي وخارج كده من مكة نظر إليها وقال الله يعلم أنك أحب البلاد إلي. أحب البلاد إلي رغم مؤامراتهم عليه، أحب البلاد إلي رغم أنهم حاولوا سجنه، أحب البلاد إلي رغم أنهم حاولوا قتله، أحب البلاد إلي رغم الإيذاء اللي قابلوا فيها.
لكن هو بيحب البلد هي الله كبلد. الله يبارك في عمرك، الله يعلم أنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما وصل للمدينة حب المدينة، كان لما يشوفها كده يسرع بالراحلة لأنه بيحب المدينة. ولما وصل المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، يعني دعا بالحب. ليه؟ لأنه ما ينفعش أقيم في بلد وأنا كاره ليها، طبعا أبقى من بلد وأنا أغدر بها عمري ما هديها، وده يبقى بني آدم؟ ده يمكن؟ لا يمكن. والله يا فندم هذا الأمر لا يكون إلا من كرام الناس. صحيح. اللي تربوا على الوفاء وتربوا على الانتماء وتربوا على الحب وتربوا على الاعتدال وتربوا على الوسطية وتربوا على التوازن، هو ده. ما تربوش على الغدر والخيانة، كيف أأمن له؟ صحيح. يعني البلد اللي اتولدت فيها وتربيت فيها وتعلمت فيها وشفت كل ركن وكل شارع وكل حارة وكل رصيف لينا فيها ذكريات، ما عرفش انت ازاي مش حبيبها؟ انا مش فاهم فيه ايه، فازاي انا ديني بيقول لي ازاي تحب وطنك؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة لما كان يجي حد من مكة يقعد يقول له الاخبار ايه وقول لي عايز يسمع عنها. الله، لما جه واحد اسمه أصيل الغفاري، ألف على همزة صاد يام يه لام الغفاري، أصيل الغفاري جاي من مكة، بيقول له من أين يا أصيل؟ قال من مكة يا رسول الله. قال كيف عهدت مكة يا أصيل؟ يعني قل لي كده قلبه متعلق بيه. الله، قال له عهدتها كذا وكذا، قد أخصب جنابها وبيضت بطحاؤها، وقعد يحكي له عن مكة، فإذا بالدموع تترقرق من عيني النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي حنين إلى الوطن. وقل له ويها يا أصيل، ويها يا أصيل، دع القلوب تقر قرارها، يعني حركت القلوب من مكانها. الإمام ابن حجر العسقلاني اتكلم عن ده وقال إنه ده حنين إلى الوطن وحب إليه، ده لا يفعله إلا الكرام. فإحنا محتاجين نفهم ده ونستلهم أعظم مشهد من مشاهد تاريخنا 73، نتعلم منها، نتعلم منها الأمل، ونتعلم منها العمل، نتعلم منها التضحية، نتعلم منها الوفاء، نتعلم منها الفداء. لابد ان روح 73 تظل بيننا وتدرس من كل اتجاه، تدرس دينيا وتدرس اجتماعيا وتدرس سياسيا وتدرس عسكريا وتدرس في الأكاديميات والمدارس والجامعات والإعلام، لأنه ده مجرد مشهد فقط لم ينتهي الأمر. انت عايز تعرف المصري، انا بس وريتك عينة. صحيح. واللي عمل ده بسيط، الله يكبر خاطرك، واللي عمل ده مرة يعمله ألف مرة. صحيح. هذا الشعب، هذا الوطن، هؤلاء الناس، المصري ما ينكسرش أبدا بأي حال من الأحوال، ويعلم أنه معه ربنا، ويعلم أنه فيه بركة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تتعب لكن لا تموت. صحيح. ده طبيعي. عزيمة، إرادة، إصرار، تحدي، إيمان، نعم، كلها حاجات اتحققت في حرب أكتوبر. طبعا، واحنا محتاجينها دلوقتي. روح اكتوبر لازم تبقى فينا كلنا. ما تتعرض له البلاد في هذا الوقت لا يقل ضراوة وشدة وصعوبة عما كانت تتعرض له أثناء 73. اللي بيحصل دلوقتي من حروب الجيل الخامس ومن المؤامرات على الأوطان، الأزمة يا فندم لما تلاقي ان بعض من اهل من الاهل هو اللي بيحاول يكسر، لما تلاقي الشجر نفسها. صعب. بالظبط، ده صعب جدا. يعني لما تحارب من الداخل والخارج ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال. اي حد بيخرج عن القانون انت بتحارب بلدك، اي حد بيخرج عن قانون البلد هو بيحارب بلده. احنا بننتمي الى البلد ونحب البلد. يا جماعه شوفوا الناس بره بتلتزم بقانون بلدها ازاي، طبعا، ومنتمية إليها إزاي. فأنت ليه ما تعملش كده؟ أنا محتاج ده، أنا محتاج روح 73. احترام الوطن طبعا لازم الروح دي تبقى موجودة، من احترام الوطن وحب الوطن. ده ضحوا بدمائهم عشان خاطرنا، احنا نضيعها إزاي؟ دمائهم الزكية اللي سالت على أرض الوطن وسالت على رمال سيناء ولم تفرق سيناء ما بين مسلم ولا غير مسلم، لابد ان احنا نحافظ على هذه الدماء ونقول لهم احنا على العهد معاكم. صحيح. واحنا عمرنا ما هنضيع دماءكم ابدا باي حال من الاحوال. سلمتونا الوطن عزيز كريم، وباذن الله احنا هنحافظ على ده طبعا، لان احنا رجاله، الشعب ده رجاله، وهيظل كده بفضل الله عز وجل، وهتظل مصر
مصونة بالله رب العالمين ثم بشعبها. صحيح. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت علي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا بالشخص اللي ممكن يكون محتاج، والصدقة من أهم الحاجات اللي بتفتح لينا الأبواب المغلقة في حياتنا. الصدقة هي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، هي نعيم في الحياة، هي بتهون علينا أي صعاب ممكن تقابلنا في حياتنا وأي ابتلاءات ممكن تجيلنا. شوفي حضرتك، حضرتك مسلمة، أنا مسلم، فمن من فروض ديننا ومن أركانه الإنفاق، إنك تنفق. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الناس فاكرة مما رزقناهم ينفقون من المال بس، لا لا، مما رزقك الله أنفق. أيوة، من كل رزق الله أنفق. رزقك الله علما أنفق من هذا العلم، رزقك الله منصبا اخدم به الناس، رزقك الله مالا طلع في سبيل الله، رزقك الله قوة أعن بها الضعيف وانصر بها المظلوم، رزقك الله كذا اعمل. يبقى عامل زي حرف ال كده، نازل من السماء تعطي للناس، نازل من السماء تعطي للناس. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها حولها الله عنهم. يعني إيه؟ يعني خلي بالك في حاجات كتيرة عندك مجرد أمانات وانت ساعي بريد، وصل علشان الأمانات تزيد وأجرك يزيد وثوابك يزيد وبركتك تزيد لك ولأولادك دنيا وآخرة. اوعى تفتكر ان الفلوس اللي في جيبك كلها دي رزقك انت، لا، ده فيه فلوس كتيرة مش جيبك بتاعتك. مال بتاعت مين؟ انت مجرد همزة وصل، انت ساعي بريد. طب وصلت نزيد. ما أجمل إن ربنا سبحانه وتعالى الشخص ده له رزق على الله، ما هو اللي خلقه ربنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني أنت مش بترزقه، لكن الرزق له أسباب. فتخيل لما ربنا يجعلك أنت سبب في رزق غيرك بصدقة من الصدقات، يبقى هو رزقه وأنت مجرد ساعي بريد، وأنت ما اديتوش حاجة من عندك، وأنت تاخد الأجر والثواب ويزيد الخير عندك، والحسنة بعشر أمثالها، والتمرة قد جبل أحد في الميزان. ولذلك سيدنا إدريس النبي قال لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه، ليكون صانعا إلى الخلق مثلما صنع الخالق إليه. زي ما ربنا بيديك ادي للناس. صحيح. أنفق، أنفق عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أعطي تعطى، يسر ييسر لك، فرج الكرب يفرج الله كرب، اكبر بخاطر حد ربنا هيكبر بخاطر. الله ينور عليك. فالصدقات من أعظم ما يقربني لرب الأرض والسماوات، مع إخلاص النية، مع الاحتساب. والجميل أنه أنا ما بدلوش من مالي أنا. وتخيل حضرتك لما تعرفي أن الصدقة مهما كانت صغيرة ربنا بيديلك أربعة أشياء. أي صدقة بتتصدقها، أي قرش بتطلعه، أي جنيه بتطلعه لله رب العالمين، رقم واحد ينزل الله البركة في مالك، رقم اثنين يحببك إلى خلقه، رقم ثلاثة يدفع الله عنك البلايا والعاهات، رقم أربعة يجعل صدقتك سترا بينك وبين النار وظلا على رأسك يوم القيامة. الله. يعني أنت لما بتتصدق، رقم واحد ربنا بيبارك فيك وفي صحتك وفي مالك وفي عيالك وفي بيتك دنيا وآخرة، أدي واحدة. رقم اتنين يحببك للخلق، لأنه جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أنت تدي للناس، ربنا القلوب كلها بتحبك مهما كان العطاء قليلا، فتلاقي الناس كلها بتحبك. وحب الناس هم شهداء الله في الأرض. لما عدت جنازة
فأثنوا عليها خيرا، سيدنا النبي قال وجبت، عدد جنازة تانية أثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال مرت جنازة فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، مرت جنازة فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الله. طيب نروح نشوف أول تقرير معنا النهاردة خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عامين أهل الشروق جابوا حتة أرض وقرروا أن يبيعوها لله، تكون بيتا من بيوت الله في الأرض لتحل البركة في هذه المنطقة وكل من حولها، لأن بيت الله فيها. والتواصل تم مع جمعية البر والتقوى، وقمنا من فضل الله تبارك وتعالى بإقامة هذا البيت، بيت الله في الأرض. وصورنا أكثر من مرة في هذا المكان، 1500 متر أو أكثر مساحة هذا المسجد تقام فيه الصلاة وفيه حفظ القرآن وفيه دار للأيتام، مسجد جامع. وإن شاء الله رب العالمين هناك مساجد في أماكن أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ الله هذا المكان خيرا وبركة. إن أول اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى مدينته الغراء كان بناء المسجد حتى يبنى فيه الإنسان. هذه بوابات الجنة، هذه أفعال الخيرات في كل مكان وزمان. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عمل خير بنشارك فيه ليه اجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن من واحنا صغيرين تحديدا المساجد نسمع ان المشاركه فيها ولو بشيء بسيط جدا ليه اجر كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. هو استشعار ان ده بيت ربنا، ومصر بفضل الله بتشهد طفره عظيمه جدا جدا باوامر القياده المصريه ووزاره الاوقاف، وما شاء الله عمل الجمعيات العظيمه زي جمعيه البر والتقوى، مبنى ومعنى، مباني فخمة وطفرة عظيمة جدا بنائية وجمالية، وطفرة عظيمة جدا دعوية وعلمية. مصر بلد المآذن، حاجة تفرح، حاجة تشرح القلب. والمسجد ده أنا روحته، مسجد السلام في الشروق، المسجد ده حب جدا يعني سبحان الله. وفي حاجة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا الواحد لما يشوفه يعني يتبسط. لعل إخلاص المتصدقين سبحان الله صحيح، لعل إخلاص من تبرع بالأرض، ولعله إخلاص كل من تصدق، ولعله إخلاص العاملين في جمعية البر والتقوى، أنهم بيعملوا حاجة لله عز وجل. تروحي حاجة مشرفة في التشطيب وفي الفرش وفي الإنارة وفي المحراب وفي المنبر، حاجة جميلة جدا. بيت ربنا بتعملي حاجة تليق على قد ما أقدر أن أنا أقدمها لربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. يعمر وترفع، يعمر إعمارة مادية وإعمارة معنوية، ترفع رفع مادي ورفع معنوي، والاثنين بفضل الله وحده متحققين في هذا المكان. رفع مادي رائع جدا، بناء عظيم جدا جدا، فما أجمل أنك تقدم صدقة جارية يبقى أجرها في حياتك وبعد ما الصدقة الجارية فضيلة الشيخ، الحاجة المستمرة اللي طول الوقت بيتم استخدامها. يعني لو في حد جاب سجاد في المسجد، هل دي تعتبر ازاي بقى؟ ما هم ممكن يعني يجي عليه وقت وما يبقاش موجود. ما هو الجاريه هنا ليست جاريه للابد، انما جاريه لمدتها، جاريه لمدتها. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها جاريه للابد طول ما هي بتستخدم. بالظبط يا فندم. ثم بعد ذلك نجيب غيرها علشان نكثر من الصدقات. مش عملت صدقة جارية وخلاص. خلاص. لا يا فندم، ده أنا هعمل النهاردة صدقة جارية، وبعد شهر أعمل تاني صدقة جارية، وبعد شهر. فالجريان هنا جريان مؤقت بعمرها ولا خلود في الدنيا. فجبت مروحة للمسجد،
صدقة جارية، جبت تكييف للمسجد صدقة جارية، ساهمت في البناء صدقة جارية، ساهمت في الفرش صدقة جارية، ساهمت في السيستم صدقة جارية بمقدار إن شاء الله بعشرة جنيه، إن شاء الله بمبلغ قليل جدا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، مفحص القطع اللي هو عش العصفورة، شوف عش العصفورة أدي إيدي الاثنين دول، هل يصلح هذا مسجد؟ لا ليس مسجدا، إنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أنه مهما كانت صدقتك قليلة جدا في المسجد وفي عمارته وفي بنائه وفي رفعه، فأنت مأجور ببيت في الجنة مهما كانت الصدقة قليلة. نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أول ما شفت المحطة بتتعمل فرحت، وبالنسبة لي يوم عيد لأن يوم تاريخي، إن منطقة الضبيعة نقع العرب مديرية التحرير مركز بدري تعمل فيها محطة زي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا أولا نشكر ربنا عز وجل، قبل كل شيء نشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه هو بعت لنا ناس طيبين عملوا لنا المحطة دي. يوم يعني يوم عيد ويوم فرحة ويوم احنا كنا مستنينه من زمان، ان احنا يبقى عندنا في مكاننا محطة مياه بالمجان ومياه متفنطرة. هنا الناس ظروفها يعني بسيطة وناس طيبين جدا وناس يعني ظروفها على قدها. احنا متعشمين في اهل الخير، زي ما عملنا المحطة دي يعملوا لنا محطة اثنين وثلاثة. فالمحطة دي هتخدم ناس كتير، ناس محتاجة المياه الحلوة، ناس تعبانة، قلة المية الحلوة عاملة مشاكل حتى في البيوت، لا نعرف نطبخ منها ولا نغسل منها ولا نشرب منها، وعشان نجيب مية حلوة زي اللي انتوا وحضراتكم الناس الطيبين تبرعوا لنا بيها بنتعب. واحنا نشكر جمعية البر والتقوى ونشكر كل اللي ساهم حتى ولو بكلمة. الجمعية عارفة بتبني فين بالظبط، ناس محتاجة للمية، وقبل ما يعملوا لنا المحطة سألوا وقوم شافوا الوضع، الوضع سيء مفيش مية، وهم بصراحة يعني هم بيبنوا في المكان الصح. وطبعا احنا هنا يمكن محطة واحدة مش هتقضي المنطقة، ده احنا محتاجين محطة واثنين وثلاثة. واحنا بنشكر كل من ساهم في هذه المحطة لاستخراج مياه نقية وعذبة لأهالي المنطقة. برضو المساهمة في الأبار أو في محطات التحلية أو في مبردات المياه ليها أجر وثواب كبير جدا. لما بنقعد نتكلم عن كل باب من أبواب الخير سبحان الله كله خير. مظبوط، هو ملف عملاق قوي، ملف المية في جمعية البر والتقوى، توصيلات مية ومحطات التحلية ومبردات المياه، ملف عملاق جدا. وبيدوروا على كل منطقة ممكن تكون احتياجاتها ايه، أي مش فكرة بدأنا بالأبار فيلا كله يبقى أبار. لا خالص، هنا محتاجة أبار في فترة من الفترات نعمل، هنا بيوت محتاجة توصيلات مية بتعمل، أماكن محتاجة مبردات مية في وقت الحر الشديد بيتعمل، بلد أو عدد من البلاد محتاج محطة تحلية بنعمل، أيا كان حجم محطة التحلية. وما شاء الله جمعية البر والتقوى بتجهز لمحطة عملاقة جدا في سيناء، هي الحفر على عمق 500 متر لندرة المية. المحطة دي عملاقة جدا، تكاد تكون أكبر محطة في المنطقة، هتخدم عشرات القرى. فانت ساهم في ده وسارع بده، لان ده من اعظم الصدقات الجاريه في هذا المجال. تلاحظي انه الجمعيه بتغطي الجمهوريه كلها من اقصاها لاقصاها. فريق بحث حتة. مستمر طول الوقت. ده فريق بحث وتواصل مع الجمعيه، يعني المنطقه نفسها يتصل بالجمعيه، يا جماعه احنا محتاجين، فينزل الفريق يشوف او الفريق نفسه يشوف، وتلاقي الدكتور عماد بنفسه موجود في أقصى مكان في الصعيد، في أقصى مكان في سيناء، في أقصى مكان على الحدود، لخدمة لأهلنا وأسيادنا الفقراء. الجمعية منظمة جدا، الجمعية دارسة كويس هي بتعمل إيه، وعارفة تتعامل إزاي مع صدقات وزكوات المتبرعين.
لانها بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنبقى عايزين نطمن انه الحاجه او الصدقه اللي احنا بنطلعها رايحه في مكانها الحقيقي. الجمعيه فيها مصداقيه، ولكن بمجرد ما بنوي اني اطلع صدقه هي بتتحسب عند ربنا. وجب اجرك على الله عز وجل. صحيح، ربنا يتقبل من الكل. نورتني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. أنا لما أقول